وعيا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه البنيات التحتية الطرقية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلا لأهدافها الاستراتيجية الكبرى، بذلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خلال الخمس سنوات الأخيرة جهودا حثيثة لتطوير البنيات التحتية الطرقية وتنميتها وصيانتها. وفي هذا الإطار استثمرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في قطاع الطرق خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2016 مبلغ 33.3 مليار درهم مقابل 20.2 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008 و 2011، وقد تم تخصيص 18.2 مليار درهم منها لصيانة الطرق و 3.2 مليار درهم لبناء وإصلاح القناطر والمنشآت الفنية و 9.8 مليار درهم للطرق القروية. وقد مكنت هذه الاستثمارات المهمة من تطوير جودة الشبكة الطرقية ببلادنا لتسجل ارتفاعا مهما وتنتقل من 53% سنة 2012 إلى 58% سنة 2014، ومن المرتقب أن تتجاوز 60% خلال هذه السنة. كما مكن الاستثمار المهم في بناء وتأهيل القناطر من إنقاذ جزء مهم من الرصيد الوطني، بحيث تم الانتقال من 525 قنطرة مهددة بالغمر بالمياه إلى 404 قنطرة، أي إنقاذ 121 قنطرة من الغمر. كما تم الانتقال أيضا من 310 قناطر مهددة بالانهيار إلى 200 قنطرة، أي إنقاذ 110 قنطرة من الانهيار. كما خصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في إطار المخطط الاستعجالي للسلامة الطرقية مبلغ 3 مليار درهم لإنجاز مجموعة من التجهيزات الخاصة بالسلامة الطرقية كمعالجة النقط السوداء وتهيئة المحاور الطرقية التي تعرف حوادث سير مميتة وتهيئة المسالك الخاصة بالدراجات وبناء الجدران الواقية. كما أن الاستثمارات في قطاع طرق السيارة بالمغرب تجاوزت خلال هذه الفترة مبلغ 11.7 مليار درهم، وعرفت إنجاز العديد من المشاريع كالشطر التكميلي من توسيع الطريق السيار الرباط الدار البيضاء والذي يهم مقطع عين حرود المحمدية، والطريق المداري للرباط على طول 41 كيلومتر بميزانية 2840 مليون درهم، والذي يضم أكبر جسر معلق بإفريقيا، بالإضافة إلى استكمال طريق السيار الرابط بين برشيد وبن ملال على طول 171 كيلومتر، وكذا إنجاز الطريق السيار الجديدة آسفي على طول 140 كيلومتر وبميزانية 4260 مليون درهم. كما تعتبر الطرق السريعة أو ما يطلق عليها بالطرق المزدوجة المسار من المشاريع المهيكلة ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. وفي هذا الصدد أنجزت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خلال الفترة ما بين 2012 و 2016 مجموعة من المشاريع، نذكر منها الطريق السريع تازة الحسيمة على طول 149 كيلومتر وبمبلغ 3.3 مليار درهم، وكذا الطريق السريع وجد الندور مقطع بركان أحفير، علاوة على الطريق السريع العرائش القصر الكبير والطريق السريع أكادير تغازوت وغيرها من الطرق. كما عرفت الفترة ما بين 2012 و 2016 إنجاز حوالي 248 كيلومتر من الطرق السريعة بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم، ليصل بذلك الطول الإجمالي الحالي للطرق السريعة بالمغرب إلى 977 كيلومتر. إن هذه الشبكة الطرقية المهمة ببلادنا تؤمن 90% من تنقلات الأشخاص و 75% من تنقلات السلع والبضائع، وهو ما دفع الوزارة إلى الانكباب على تأهيل قطاع النقل الطرقي بكل مجالاته وتفرعاته. فقطاع النقل الطرقي يعد مفتاح وقاطرة الاقتصاد الوطني، فهو يمثل نسبة 6% من الناتج الداخلي الخام، ويستهلك 34% من الطاقة، ويشغل أكثر من 200 ألف شخص وأكثر من 53 ألف شركة. وقد اشتغلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على تحديث هذا القطاع الاستراتيجي وعصرنته وتطويره عبر مجموعة من الإجراءات والبرامج والمشاريع، نذكر منها تعديل مدونة السير، وكذا إعداد مشروع إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إضافة إلى فتح المجال للاستثمار في مشاريع النقل والخدمات المرتبطة به وفق دفاتر تحملات واضحة، وكذا تطوير وتأهيل مراكز الفحص التقني وفتح مجموعة من المراكز الجديدة وفق طلبات عروض واضحة وشفافة، فضلا عن اعتماد التقنيات المتطورة في مجموعة من المجالات المرتبطة بتعليم السياقة، حجز مواعيد إجراء الاختبارات، اجتياز اختبار السياقة، إضافة إلى الفحص التقني للعربات وتسجيل السيارات، علاوة على تأهيل وتكوين 128 ألف و 832 سائقا مهنياً.